الحمد لله على سلامتك يا علي. الله يسلمك. أنا كنت جاية أسلم على طنط أنيسة وجدي بدوي، أصلي مسافرة. مع السلامة. أنا رايحة باريس، صحفية متجولة في أوروبا بس مركزي هيبقى باريس، يعني لو كنت عايز حاجة من باباك أبلغها له. مش هتسلم عليا؟ ماما. نعم يا حبيبي. أنا هنزل أشوف ناجي وأدور على عادل، ولو لقيتهم احتمال اقعد معاهم شويه، ولو اتاخرت ما تقلقيش عليا. مش هتغير هدومك وتستريح وتستحمى يا حبيبي. معلش يا زهرة، علي معذور برضه. أنا فاهمة يا طنط. القدر يا بنتي بيجمع ويفرق ويمشي الزمن على كيفه. لو بكيفنا كنا فرحنا على طول وفضلنا مع حبايبنا ووقفنا الزمن مطرح ما احنا عاوزين. أشوف وشك بخير يا طنط. معقولة بالسرعة دي يا زهرة؟ طيرتنا بكرة الصبح. خلي بالك من نفسك يا قمر، وابتسمي للدنيا من تاني، كفاية حزن. أديني ابتديت أذاكر دراسات عليا، عندي دبلومة تانية وأقدر بعدها أكمل الماجستير. ربنا يوفقك إن شاء الله. عايز أعرف أخبارك دايما، أول ما أوصل باريس هبعت لك عنوان. أشوف وشك بخير. مع السلامة. على فكرة يا زهرة، علي جوه مع ناجي وطاهر. صحيح كنت هنسى، سلمي لي على فاتن وقولي لها معلش ما قدرتش اعدي عليها عشان الوقت. سلام عليكم. انا قاعد مع ماما وجدي عبد الفتاح، لكن معظم الوقت بقضيه هنا. وانت يا طاهر اخبارك ايه؟ الحمد لله، سبت مصنع الجلود بعد ما اشترى سليمان غانم واتخرجت، وادينا اهو قاعد مستني جواب التعيين من القوى العامله. هو لسه في قوة عاملة يعني. مهم انت علوة ناوي على ايه؟ بدري اوي السؤال ده يا ناجي. انا لا لسه انا عليا يومين لما اتعود على الحياة بره السجن، افكر زي الناس ما بتفكر. طيب يبقى خلينا نفكر معاك، انت مش لوحدك. متأكد؟ السؤال ده عيب يا علي. معلش مش بقولك لسه متعودتش. طب انا بشوفكم بالليل على القهوه. باول ما اخلص جيش واخرج اجي الاقيكم مسافرين. ايه المفاجآت الحلوه دي؟ زهره كانت لازم تسافر، وانا من هنا ورايح مش هسيبها لوحدها. ماما. نعم. غريبه ماما. ايه اللي ماما؟ ماما مالها ماما؟ نفسي اصدق. شايف اخوكي حتى وانا مسافره بدل ما يقولي مع السلامه يا ماما هتوحشيني. ما انت هتوحشيني طبعا، مش امي بقى. طب اعمل فيك ايه؟ لا حقيقي يا عادل، انا لولا ان ماما معايا الفتره اللي فاتت دي كانت حالتي بقت اسوأ بكتير. طب ايه رايكوا اعمل لكم حفله وداع صغيره؟ هعزمكم في حته جواها شاعري وجميل. بس انا عندي مشوارين مهمين لازم اعملهم الاول. بعد العشاء. وانا موافقه. هتعشينا فين؟ هعشيكوا في حته مش هتنسوها ابدا، ولا حتى وانتوا في باريس. ياي انا مش مصدقه. مش قلتلك مفاجاه؟ زي ولد انا اطوعك وادخل مكان زي ده برجلي. ما انت مش هتقدري تخشي من ايديكي. برضه يا ماما مفاجاه حلوه، نفضل فاكرينها في باريس. ايوه جاي. ادي الجوهره، وادي اللسان، وادي المخ، والمكرومه معلم الصلاح. أنا
نازك هاني بتاكل الحاجات دي؟ على الاقل تظهري انك بتاكلي. هي دي المفاجأة؟ هو ده المكان الشعري اللي قلت لي عليه؟ طبعا ما انت عشت في شوارع الحلمية وبقيت جربوع زي اللي فيها. طب لا مؤاخذة بقى، وطي حسك عشان الناس اللي حوالينا دول كلهم حلموية، ولو سمعوكي مش هتروحي باريس. هتستغربي لك زينهم ولا القصر العيني. شفتي؟ حتى ألفاظك ما بقتش تنقيها. بقول لك ايه يا ماما؟ الشوربة هتبرد، يلا بسم الله. دوقي اللي عندي وامرك لله. اي اي اه مون ديو مون فونتر. فونتر ايه وبطن ايه بس يا ماما؟ احنا كلنا حاجه، احنا خلاص قربنا على العربيه. ما كانش لازم تغصب عليها يا عادل وتخليها تاكل. وانا ايش عرفني يعني انها كده؟ كده كده يعني ايه يا ولد انت؟ كده. طب لما اروح البيت هفرجك. يلا وصلكم للعربيه علشان الحق انا مشاوير. جاد هيلب مي. هتصدقيني لو قلت لك انك اكتر واحده هتوحشني؟ ان شاء الله ما تشوفي وحش. عارف يا زهورة، أنا لما اتجوزت كان عمري 16 سنة، كنت دايما بحلم ببنت، لكن بطني ما جابتش. ربنا سبحانه وتعالى مرضيش يحرمني، لزقني بيكي، حبيتك أكتر ما حبيت ولاد الرجالة، وربنا وحده اللي يعلم. أنا كمان يا عمتي عارفة، متأكدة. أنا مش هنهض أقول لك ما تسافريش، ولا بيدي أعمل لك حاجة تعوضك وتهدي سرك، لكن كل اللي أقدر أقوله لك ارمي حمولك على الله. خلي بالك من نفسك يا زهرة، وعلى الخواجات ينسوكي أهلك وبلدك. ما تخافيش يا عمتي، وتأكدي إني عمري ما هنسى كلمة واحدة من اللي قلتيه ده وأنا هناك. هو هنا عامل نفسه نايم، ادخلي له. طب تعالي معايا يا عمتي. لا يا زهرة، ادخلي له لوحدك، يمكن لو شافني معاكي يسوق العند ويستاوى. لكن بينك وبينه مش هيفضل غير محبتك في قلبه. ادخلي يا زهرة. انت ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ ما مشيتيش على طول ليه؟ خلاص همشي. زهرة. أيوة يا بابا. بابا كان مالني يوم البابا دي، ما كنت بعيدة واني ولا كان على بالي. أنا جبتك في حضني ليه؟ كان الأصل حسيبك لست هانم اللي فتح لك عبها دلوقتي وعامل أمك واخدك على الجاهز. ندمان انك لحقتني قبل ما ترمي في الشوارع او بيوت الناس. محدش بيندم على انه عمل الواجب. ثم انا بكلم نفسي بهدرس ومش هتكلم، هسد عنكي. اتفضل امشي امشي بقى، يلا مع السلامة. أشوف وشك بخير يا حاج. متى يا زهرة؟ أنت خلاص اتطلقتي؟ أيوه. وخدتي المتعة والمتأخر؟ بريتي ليه يا بنت؟ انت انخبطت في نافوخك ولا ايه؟ مش عايزه منه حاجه، هو كمان ما معوش يدفع. مراته الاولانيه واهلها خدوا كل اللي حيلته،
وانا مش عايزاه يتحجج عشان ياجل الطلاق. ده غير اني طول ما انا على ذمته ما اقدرش اسافر من غير ما هو يوافق. ولو افرضي ازاي تسيبي حقك؟ صفحه من عمري يا بابا، صفحه من عمري عايزه اقطعها وانساها. ارجوك ارجوك امتى كمان انساها؟ انسى انسى يا بنت دني. انت ايه يا بابا؟ مفيش حاجه، يلا مشي بنت يا زهرة. نعم. ما تسافريش، خليك هنا جاري. بابا بابا مين هيقولها لي تاني دي؟ يا بنتي انا خلاص، انا كبرت، فاضل لي قد ايه يعني؟ وبعدين الدنيا خلاص كلها فضيت من حواليا وبردت. انا صدري بقى خلا، خلا بتصفر فيه الريح. وانتي انتي كنت شويه الشمس اللي فاضلين لي بدفي بيهم ايامي. افضل جنبك وانا كده ما ينفعش، خلاص ما بقتش قادره احلم، ما بقتش قادره احقق لك حلم ولا حتى احققه لنفسي. لازم ابعد واجدد روحي عشان اقدر ارجع واحده تانيه، واحده تشبه زهره اللي عرفتها واللي ملت عليك حياتك. أوعدك يا بابا، أوعدك إني مش هطول. أول ما أقدر أحكي لك حلمي وعكسك وأتدلى عليك زي زمان. الأهم من ده كله أقدر أرفع راسي قدامك، ساعتها هتلاقيني جارك. صفر سافريش. لما لقيته بيقولي كده كنت هضعف، بقوله حاضر يا بابا مش هسافر. الكلام ده لو كنت مسافرة بس عشان موقفه هو منك. لا طبعا يا عادل، وده اللي خلاني ما ضعفش. انا فعلا عايزة اغير حياتي، ما هيش رحلة نسيان أو هرب أو إني عايزة أخلف بعيد عن عيون حد، لا. أنا اللي عايزة أتولد من جديد. أنا فاهمك يا زهرة، وبتمنى لك تعملي ده فعلا. وإنت يا عادل ناوي تعمل إيه؟ أنا ناوي أبتدي ألاقي بداية جديدة يا زهرة زيك، بس لازم أفكر. أستلم وظيفتي الجديدة في مصنع الحلمية ولا أخش معهد السينما؟ رغبتين بيتصارعوا جوايا، بس لسه ما قررتش. ألو؟ أيوة مين بيتكلم؟ أهلا أهلا. أه ممكن طبعا، بس كده؟ على العموم زهرة مع حضرتك. نورهان هانم عاوزاكي تاخدي لها حاجة معاكي باريس. ألو؟ أهلا يا فندم. سافابيا ميرسي. بكرة الصبح إن شاء الله. إيه ده؟ أوي أوي تحت أمرك. لا أبدا إطلاقا. وبرضه تبقى فرصة أسلم على حضرتك. حاضر. نص ساعة بالكتير بكون عندك. مع السلامة. عايزة منك ايه دي؟ ماما؟
انتي مش كنتي نمتي؟ وصحيت. عايزه منك ايه بقى البرنسيسه الصايعه دي؟ ابدا، لما عرفت ان احنا مسافرين بكره عاوزه تبعت معانا لوحتين هتشترك بيهم في معرض هناك، وهعدي عليها خطوه. اطلبيها تاني واعتذري لها دلوقتي، احنا مش هنقدر نشيل لها حاجه. ازاي بس يا ماما؟ ده يبقى عيب. روح انت يا زهر. مش هتاخر. تعالى هنا يا ولد. انا مفيش حد في الدنيا يتحكم فيا، لا ابوك ولا اي حد ابدا. وبعدين انت زي بتامر وتنهي قدامي وتكسر كلامي. ايه؟ انا بحميكي من خطأ بلدي قوي كنت هتقعي فيه. عايز اكبرك على الحاجات الصغيره بتاعت الدراير. لوحتين قماش مش متبرمزين، يعني مش هتتعبوا بشيلهم. يا خبر، حتى لو هنتعب احنا تحت امر. ميرسي. في كمان لتر لمدام سيمون، عنوانها مكتوب على الظرف. حاضر. نيجي بقى لتالت حاجه واهم حاجه. اتفضلي. ايه ده، مفتاح؟ بالظبط. هي ما تعتبرش ابارتمون بالمعنى المفهوم، مجرد استوديو، اوضه نوم كبيره هول. كان الاتوليه بتاعي وفرشته بقى شيك قوي. لو عليكي انت وماما بس هترتاحوا فيه. يا خبر، بس ده كتير قوي. انا انتوا محتاجين مكان لاقامه دايما، وحكايه الاوتيلات والشقق المفروشه مش هتريحكم، وصدقيني انا ما بقتش محتاجه. هاي ده ظرف منك قوي، انا مش عارفه اشكرك ازاي. برضو اسمه الاميره، الاستاذ علي البدري بره. علي طلع وهنا كمان. سربريز يجنن. اكيد انت كنت عارفه يا زهره، ما قلتليش. انا متاسفه قوي، اتاخرت ولازم امشي بعد اذن. اهلا 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 وسهلا. ازيك يا علي؟ الحمد لله على السلامة. انا سعيدة قوي. طبعا يا صدق. مع السلامة. في ايه يا علي؟ معقولة حضرتك ما تعرفيش انت بقالك سنين هنا في الحلمية؟ مرتين صدفة في يوم واحد يا علي؟ اكيد يا حبيبي، ربنا مش رايد لحكايتكم تنتهي على كده. يا رايد ربنا هينفذه يا ماما. سيبونا بقى من الموضوع ده. المهم احكوا لي بقى، عملتوا ايه في السنين اللي فاتت دي كلها؟ كنا مستنيينك يا حبيبي. علي بيسال على المفيد يا انيسه. جاوبيه قولي له. يابا ومستعجل على ايه؟ ما انا هقول له، هو انا هخبي على ابني حاجه؟ طمن يا حبيبي، ربنا سترها والحمد لله. ايوه، لولا بعنا الدكان لابوش عيشه. بعت الدكان؟ ليه يا ماما؟ تعالى معايا يا بس. الصراحه الراجل دافع مبلغ كويس، ما خدهاش بيع جزاري. بيفكريني اروح ازوره بكره يا انيسه. اصل انا كان قدامي حل من اتنين يا علي، ينزل دكانة جدك اجيب بضاعة بالاجل وبيع واشتري، يا اما بيع الدكانة وبفلوسها اعمل حاجة هنا اجيب منها لقمتي ودوايا انا وابويا. ايه اللي حكم اصلا للشغل ولا لبيع المحل؟ ما انا المحامي بتاع بابا لما جالي في السجن قلت له انت تقبض المرتب بتاعي كل شهر من الجامعة ويسلمهولك. احنا كنا مخبيين عنك طول ما انت في محنتك يا علي، لكن دلوقتي لازم تواجه ظروفك يا حبيبي. الجامعة فصلتك يا علي. كنت متأكد إن حاجة زي دي لازم تحصل. تأمهم لازم يكمل للآخر. وينتقموا منك ليه؟ أنت عملت لهم إيه؟ مش أنا ماما. ما بيبصوليش على اني شخص، بيبصولي على اني جزء من مرحلة لازم تتغير، ومنها كان لازم يتبدل.
زهرة كان معاها حق. ما غلطتش. عبد الحليم اهو يا علي، مش انت بتحبه برضه يا حبيبي؟ رايح فين يا علي؟ سبحان الله ولا اله الا الله. ازاي تطلع لغايه المطار وتستخسر تقول لها مع السلامه؟ صدقني لو قلت لك اني ما طلعتش المطار عشان اودعها هصدقك. اه بس ما فهمش. طلعت اودع كل اللي فات من حياتي، طلعت اودع علي القديم، علي الرومانسي الحالي اللي بيحب زهرة واللي ساب البعث عشان خاطرها، هذا اللي كان فاكر نفسه فاهم سياسة صح ومؤمن بمبادئ صح. علي ده غريب عني النهاردة، ما عرفوش. وعلي الجديد تعرفه؟ أوعدك يا عادل، أوعدك هعرفه. شفت بنفسك اليافطه غيرها باسمي وكل معالم القهوه غيرها. ما احنا ادينا له توكيل باداره القهوه يا طاهر، وبعدين ناجي زي ما انت عارف اتعين في نيابه سوهاج وما بيجيش الا كل فين وفين، وانا ورايا الدكتوراه بتاعتي ومش فاضيه، وانت وراك مدرستك، مين بقى اللي هياخد باله من شغل القهوه؟ انت قلقان ليه يا طاهر؟ عم زعت الراجل طيب وامين. اه بأمارك ما شال اسم زينهم السماح من على القهوه كلها، ده حتى صورته اللي جوه شالها. مين قال كده؟ اتفضلي شوفي بنفسك. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا ست الكل. قوم يا انت واخلي الناس تقعد. مفيش داعي يا عم زعتر. ازيك يا سعيد؟ اهلا ست الكل. ازيك يا موسى؟ اهلا يا قمر. ازيك يا سريه؟ ازيك يا حبيبه يا بنت الحبايب. قول لي يا عم زعتر، انتوا بتعملوا هنا ايه في القهوه؟ بنروقها ونزوقها ونانتكها. وهو من ضمن الزواق والانتكه انك تشيل اسم بابا وصورته؟ اخص ده انا ابقى راجل ما عنديش قصر. لا صورة المعلم اتشالة بس على ما النقاشة تخلص وبعد كده تتحط في صدر القهوة. ده مش بس كده، ده انا حبروزها برواز مذهب مفتخر. طب واليافطة يا معلم؟ ده غصب عني عشان المسؤولية، ما دام انا بشغل القهوة يبقى ده لازم يتحط على اليافطة. واسم القهوة تغيره؟ ده لزوم الوقت. امال كل شيء بيتغير وكل وقت وليه أدام. وبين المؤاخذة دولة العلم والإيمان ولا عادش الغلاق، وكل أبواب الرزق مفتوحة على البحر. ولابد القهوة هي دي كمان تجاري الجو. آه لازم تجاري الجو. أيوة أنا قلت للدلعادي المعلم زعتر ولادك معاك وإيدك في إيدهم، تبقى القهوة عروسة تلعلط في الحلمية. بس القهوة طول عمرها شغالة بنفرين يا سرية وما هياش مستحملة ده كله. وبعدين ما هياتهم على حساب مين؟ المصاريف اللي بتتصرف دي كلها هتطلع منين يا معلم؟ الحسابات في الاوراق بالمليم، واخر كل سنه كل واحد يعرف اللي له واللي عليه. هو ده الكلام المفيد يا ست قمر، وان ما كانش يخلصك انا جاهز في اي لحظه اخلع عهدتي واحاسبكم. اقل تسددوا له ديونكم اللي دفعتها من يوم المعلم ما كان بعافيه والقهوه كانت بتخسر وانا بسدد. طبعا وتصفى الحسب على ديون تتقل القهوه وياخد هو القهوه ببلاش. انا حذرتكم من بدري يا قمر. طب والعمل؟ العمل؟ ابعتي يا دنيا لخطيبك، هو مش له نصيب هو وست والدته، وبعدين بيفهم في القانون، لازم يوقف الراجل الضلال ده عند حده. هقول له ايه يا خالتي؟ سيب شغلك وتعالى حل لنا مشاكلنا. ما هي مشاكلكم هي مشاكل يا قمر. الراجل اللي اسمه زعتر ده لازم يحس انكم واعيين له، مش هتسيبوه يسرقكم. حاضر، انا هتصرف من غير ما اقلق ناجي او اخليه يسيب شغله. وبعدين يا بنتي مش برضو أنا الأوان اللي بدتوه تتموه والخطوبة تبقى جواز؟
وبعدين احنا بنتكلم دلوقتي في مشكله القهوه ولا في الجواز؟ عن اذنكم انا رايحه الفاتن. انت عارف يا خلاصه لا بتحب سيره الجواز ولا ناوي عليه من اصله. معقول يا طاهر يا ابني؟ امال الجدع حاج على الصعيد ليه؟ ده التعيين بتاعه جاله هنا جنبنا في القليوبيه، هو اللي طلب يروح الصعيد كله من اللي شافه منها. قمر متعلقه بعادل البدر يا خاله، ولو ما اتجوزتوش مش هتتجوز غيره. اعملي معروف يا فاتن، انا هربانه من هناك علشان السيره دي بالذات. انا بسالك عن عادل مش ناجي. ما بشوفوش. ولا هو بيحاول يشوفك؟ افرضي هعمل ايه يعني؟ هو بيطلبني كتير في الكليه وما بردش عليه. عايزة انا اروح له واتخانق معاه واقول له ما تسالش عليا. يا حبيبتي انا مش عايزاكي تعملي اي حاجه من دي ولا بحاول اقنبك. انا نفسي اطمن عليكي. صدقيني يا فاتن انا خلاص تهقت من نفسي. ليه بس؟ ما انت ماشيه في دراستك العليا كويس ومتعينه في الكليه وتحت امرك اتنين بيتخانقوا عليكي. هو مش سعيده لاني لحد دلوقتي مش عارفه انا عايزه ايه. الايام فاتت يا فاتن ما عادش فيها روح. ايه اللي حصل لنا مش عارفه. حتى الاولاد والبنات اللي عندي في الكليه مختلفين تماما عن زمايلنا بتوع زمان. فاكره يا فاتن سنة 72 وليلة اياها اللي بتناها في ميدان التحرير وشلة ايزافيتش واغاني نجم والشيخ امام؟ طبعا فاكرة. وهي دي ايام تتنسي؟ ولو اني دلوقتي مش قادرة احس ايه اللي اتغير بالتحديد. ما انت عارفة وجودي كل يوم في القصر العيني وسنة الامتياز ومشاكلها. ما بفضلش الاحظ واحلل اللي بشوفه. العاشورة يا اولاد. اتفضلي يا قمر. أنا عارفة يا حبيبتي إنك بتموتي فيها، اتفضلي. ميرسي يا طنط. أمال فين زينهم يا طنط؟ يا حبيبتي أنا عارفة إنك جاية مخصوص عشان تشوفيه، بس أعمل إيه المزغوط نزل يلعب في الشارع، معلش. تاني برضو يا طنط؟ طب افرضي بابا رجع فجأة ولقاه في الشارع، ما أنت عارفة ده بينافس بابا قد إيه؟ يتنرفز على روحه يا حبيبتي، اسم الله. من إمتى بقى بنتقبع على الشوارع؟ الله يرحم، خليه يجي ويظبط ابنه في الشارع، والله يطلع ويشوف مين الضيفة اللي قاعدة معايا بره. حكم على رأي المثل. من امتى طلعتوا القصر؟ قالوا ده امبارح العصر. مش عايزه تتغير. وده فلق بابا. وبصراحه بقى فلقنا انا كمان. تسلم ايدك يا موزينهم، حلوه قوي. بالهنا والشفا، اجيب لك طبق تاني؟ لا 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 لا، ما اقدرش. انا هقوم بقى. تقومي ده ايه؟ هو احنا لحقنا نقعد مع بعض؟ مفيش داعي، زكريا بيه يجي ويلاقيني هنا وتتخانقوا من تحت راسي. طب بالعندي بقى ما انتش ماشي، اقعدي واعملي لك قفله. يوه من عينيا. عجايب. هو عشان ربنا ما فتحها علينا شويه هنستكبر على حبايبنا وننسى اصلنا. فضك بقى من السيره دي وقوليلي، هو لسه متدبق لست شاهين وبيضايقه؟ هقول لك ايه يا ام زينهم، ده زي ما يكون يا اختي شاهين قاتل له حد ولا عليه له هتار، ومش شاهين لوحده، ده واقف لهم في العلاوات والترقيات. انا مش عاوزاكي تفتكري اني جايه اشتكيه ليكي، لا ده لولا سالتيني. معلش بكره تروق وتحلى يا شوقيه. ان شاء الله يا رب. افتحي عينك بقى. حاضر يا ستي. تلاقي الواد زينهم من الصبح في الشارع. يا نهار ابيض. خش عشان امه تنبسط. يا حبيبي مالك يا ابني؟ تعالى يا حبيبي. حبك برص وثلاثه خرص. ابوه مش منبه عليك ان انا نزلت الشارع؟ يه يابا، ما كل الاولاد بيلعبوا في الشارع. ايوه لكن ده ابن زكريا، عاوز اربيه على نظافه، خصوصا بعد ما بقى مستوظف كبير ورئيس نقابه عمال. يا نجاشي انت هتقعدوا تتخانقوا كده وتسيبوا الواد ده المسيح؟ تعالى يا زينهم، تعالى يا دناي. شوفي يا دكتوره، شوفي يا دكتوره، شوفي يا دكتوره، اسم الله عليك، اسم الله عليك. شوفي يا دكتوره والنبي. هو انت ما وراكش غير شاهين ومتولي يا محروس؟ اعمل ايه اذا كانوا مش عايزين يحكموا عليهم؟ برضو ابعد عنهم، مالكش دعوه بيهم، انا هتصرف معاهم. يعني اسيب لك الموضوع ده؟ يستحسن برضو. انا بعت لهم وهم جايين دلوقتي. طب والتقرير؟ ها؟ تقرير؟ انا ماليش دعوه بتقريركم. مالك دعوه بيه يا مدير العلاقات العماليه؟ محروس بطل الاسلوب ده معايا. اللي... قال انا اسلوبه وحش يا عواطف. لو سمحت يا زكريا بيه من فضلك تحوش الراجل ده عني. ليه هو حاول يضايقك يا عواطف؟ ده حصلت انه جالنا البيت وعمل لي مشكله مع امي وابويا. طيب يا عواطف انا هتفاهم معاه واوعدك انه مش هيضايقك تاني. لسطة شاهين ولسطة متولي بيقولوا انهم ما يقدروش يسيبوا شغلهم ويجوا.
على كده انضميت لمنبر الوسط؟ مش فاهم ايه العلاقه. اصلك عشان ترجع بامر مباشر من رئيس الوزراء والمصنع الحلميه بالذات، رغم انك واخد حكم في قضيه مراكز القوى، يبقى اكيد حسنت سياستك وكيفت نفسك مع المتغيرات، ومن ضمن المتغيرات دي المنابر اللي حلت محل الاتحاد الاشتراكي. مش هريحك واديك اجابه، هسيبك تفهمها لوحدك، وانت بالتاكيد راجل ذكي وهتوصل. المهم دلوقتي يا باشمهندس تأشيرة جنابك عشان اروح استلم شغلي. تفضل. شكرا. ما تنساش احنا سعداء جدا لرجوعك لموقعك يا باشمهندس. ان شاء الله يا رب تفضلوا سعداء دايما. بعد اذنك. مع السلامة. الو، ايه حكاية جلال شهاب الدين دي بقى بالظبط؟ بس انا اتفاجئت ومش فاهم. ده واحد من درويش القطاع العام بتوع التخطيط وقوانين يوليو والكلام القديم ده. ايه؟ خلاص. كده بدأت افهم. لا اشكر سعادتك. مع السلامة. ايوه ادري، اديني زايد في مصنع الحلمية. طب ما تروحوا لدكتور يا اسطى وتشوفوا العيب من مين. وافرض روحنا يا متولي وطلع العيب منها هي، ما هي نفسيتها هتبقى في الارض وعيشتنا هتبقى نكد. انت خايف لا يطلع العيب منك بقى؟ ابدا والله، لا اضمن العيب مني، انا كنت رحت، انا خايف عليها هي. ما جيتوش ليه يا بهوات لما بعت لكم؟ كان عندنا شغل يا زكريا بيه. انا مش بيه ولا احنا بهوات. ماشي، ما جيتوش ليه يا الصوات؟ ما انا كنت عايزكم في شغل برضو. ما احنا كنا في شغل، في برضو اولويات، مش كده ولا ايه؟ ولما انت حريص على اولويات الشغل بتضيع وقت العمال في الكلام الفارغ ليه يا شاهين؟ جمعه ايه اللي بيتحرضهم يطالبوا بيها؟ الجمعه اللي انت عارفها من زمان يا حضره النقاب القديم، الاجازه المدفوعه يا اسطى، ولا انت نسيت؟ المساله دي اتحسمت من زمان يا شاهين، والكلام فيها دلوقتي مش في صالحك ولا في صالح غيرك. ده تهديد يا اسطى؟ لا لا يا اسطى شاهين، معقوله؟ معقوله الاستاذ زكريا يهددنا؟ الاستاذ زكريا مننا وعلينا وعامل زينا ونقابي ورئيس نقابه كمان. ايوه يا متولي، وعشان رئيس نقابه يبقى لازم اراعي مصالح العمال كلهم، ولما يتلموا عليهم شويه مشاغبين ومشككين زيكم يبقى لازم اقف لهم. تقف لنا احنا يا اسطى؟ طب ازاي؟ احنا خطر في ايه ولا بنشكك في ايه؟ ده احنا بنطالب بحق. في قنوات رسميه وشرعيه يا شاهين. ده انا نسيت بصحيح، معلش، حقك علينا يا ابو فاتن. بس يا ترى القنوات الشرعيه بتاعتك دي فين؟ في البيت ولا في القهوه ولا في الكباريه اللي انت مشارك فيه ست ام فاتن؟ ها يا حصلت يا شاهين؟ طيب انا هعرف ارد عليك واخليك تندم على كل حرف طلع على لسانك. كده كتير، العيار تقل يا استاذ شاهين. صدقني يا متولي انا ما دريتش بنفسي، زكريا اخر واحد في الدنيا اتعمد اجراحه، ده بس صعبان عليا ياخد الهدر لاخره. بتقول مين؟ جلال شهاب، وموجود هو على مكتبه من نص ساعه، ما استحملش يستنى لبكره. والله وحشنا يا زايد. حلم بيه بيقول لك خلي بالك، مش عايزين الزبون ده يفضل هنا كتير. يعني ايه؟ يعني عايزين نشتغل له في لزق. خلاص يا زكريا، بتاخد أوامرك دلوقتي من زايد. أنا هدخله. ادخل. الحمد لله على السلامة جلال بيه. زكريا، الحمد لله. الحمد لله. أول واحد حبيت أشوفه لما رجلي تخط المصنع هو أنت يا زكريا. لكن الظروف بقى. كفارة يا جلال بيه. أهو السجن للجدعان زي ما بيقولوا.
من ساعة ما خرجت وأنا متأكد إن أنا هرجع مصنع الحلمية بالذات مهما الوقت فات وطال. بالمناسبة أنت تعرف الأخ محروسة زكريا؟ عز المعرفة يا جلال بيه. ما هو أنت تعرفه آه، لكن هو يعرفك؟ طبعا أعرفه يا جلال بيه. إيه الحكاية؟ سألوا قول له الحكاية يا رئيس زكريا. مالك يا زكريا؟ ومين محروس ده؟ حضرتك ما تعرفوش؟ هو قدم لي نفسه على إنه مندوب أمن. آه هو فعلا كده. إيه اللي بينك وبينه يا زكريا؟ ولا حاجة يا جلال بيه. الحمد لله على السلامة ونورت مكتبك. استأذن أنا عشان عندي شغل. تحب سيادتك تعمل اجتماع مدير الإدارات بكرة؟ آه بكرة مفيش مانع. اللي قول لي يا زايد. أفندم مش غريبة إنك أنت المدة الطويلة دي في المكان ده لا بتتنقل ولا بتترقى، مع إنك أخي على علاقة كويسة بحلمي بيه رئيس المؤسسة. حضرتك شايفها غريب، وأنا شايف إن ده شيء عادي جدا. ادخل. هو مين اللي يدخل؟ لحظة واحدة أعرف إيه الموضوع. على فين يا باشمهندس؟ حضرته المدير الجديد مش كده؟ أيوة اديها واحدة على مكتبي الأول إذا سمحت. استنى بس ثانية واحدة. جلال بيه شهاب مش كده؟ ايوه اهلا وسهلا. عادل البدري رئيس قسم التخطيط الهندسي. عادل البدري ابن سليم البدري؟ ايوه. واخو علي البدري حضرتك تعرفه؟ عز المعرفه. الاله دي بقى على الارض عربيه، وفي الجو طياره صاروخيه، وفي البحر سفينه غواصه، محدش يقدر يسوقها غيري. الله هايل هايل يا توتو. ودي بقى عملتها فعلا؟ ارسمها لسه اوريها لك. اه وريها لي. يلا يلا يا توتو انزل يا حبيبي العب تحت. البسكليته بتاعتك هياخدها وانزل العب تحت. حاضر يا ماما. انا المره الجايه افرجك على الاختراع بعد ما اصنعه. ماشي يا عم الشباب، يلا مع السلامه. خلي بالك من نفسك. ابتديت اقلق عليه قوي، يقعد يتخيل حاجات كده ويحكيها زي ما تكون بجد. لا ما تقلقيش، هو بس خياله واسع حبتين. حلو مش وحش. ما هو مش وحش اه، بس انا بتخض ساعات ابص له كده الاقي عمال يدي بالبوكس وبالبنيه وعمال يشد في الناس ويزعق لهم. بتخض. نهايته. اخبارك ايه بقى يا سعالي؟ انا كويس الحمد لله. عايش. امك كانت هنا امبارح وبتشتكي منك. بتشتكي من انا ليه؟ يعني بتقول كده سهر لغاية الفجر وملموم على شلة ناس فسدانين. لسه بتخاف عليا زي ما تكون عيل مراهق. مراهق ايه ونية ايه يا واد انت؟ ما تتكلم عدل زي الناس. الله، شغل وقلنا مش مهم، خلاص مش محتاج ابوه بيبعت له، انما سهر لناس لغاية الفجر ونوم لغاية المغرب، لا يا حبيبي ده ما يرضيش حد. يا عم انت رواقي، ما حدش واخد منها حاجة. ما جربنا الجد والدغري والمبادئ. ما لبناش حاجة إلا دخلنا السجن وضيع مستقبلنا. لما خرجنا منه لقينا كل حاجة بتتباع في السوق. أنا معرفش الكلام ده يا علي. أنت اتغيرت وخلاص. أيوة يا عمتي اتغيرت، وكان لازم أتغير. مصر كلها اتغيرت، شكلها اتغير وناسها اتغيروا. عايز ابن أخوكي بس هو اللي يفضل زي ما هو. علي باشا. أهلاً أهلاً يا علمي بيه. أهلاً. فينك من زمان يا راجل؟ وحشنا. الله يخليك. مرلنا نتغدى سوا يا رؤية هاني. لا 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 معلش انا ماشي. ماشي فين يا راجل؟ استنى انا عايزك. خمس دقايق هيكون الاكل جاهز، اوعى تمشي يا واد انت. خير يا حلم بيه. عمتك يا علي قلقاني قوي، بتقفل على نفسها وبتصرخ وبتعيط وحالتها مطهوره خالص. كذب، ما صدقش. انا قلت له كده راح واخدنا على الجيران قالوا نفس الكلام. ايوه سمعوها وهي بتصرخ وبتعيط، وفي ناس شافوها وهي بتحاول ترمي نفسها من الشباك وحلمي بيمنعها.
الجيران قالوا لك كده يا علي؟ ايوه يا ماما، في ايه مالك؟ انا رايحه مشوار يا علي، مش هغيب. على فين يا ماما؟ اياك الحق يا علي. ما بقتش حاسس بالدنيا، كلام شاهين فضل كابس على انفاسي، وبقى متهيألي ان جلال شهاب نفسه هو اللي بيقولهولي، مع ان الراجل رحب بيا وفرح لما شافني. كلام الحق هو اللي بيوجع يا زكريا. حق ايه يا اصلاح؟ بقى انا مشارك حمديه في الكباريه؟ مش رجعت لها النص وحكمت رايك النص التاني يفضل تحت يدك باسم بنتك؟ تفرق في ايه بقى يا زكريا؟ والمصيبه ان كله جه مع بعضه، اتفاقك مع طليقتك على خناقتك لاصحاب عمرك واستكبارك على عيشتك القديمه، كله قلب كيانك يا ابو فاتن. ميتك اتعكرت، ما بقتش صافيه ورايقه زي زمان. انت ازاي تتجرأي وتقولي كلام زي ده وانت مراتي؟ ازاي تقولي كلام اعدائي؟ دول حبايبك مش عدوينك يا زكريا. ايوه باماره، ما هم بيشنعوا عليا في كل حته، واحد شيوع عميل والتاني صبي علمة. ما تفتريش على الغلابة اللي كنت منهم يا زكريا. اخرسي، اضرب اضرب يا زكريا، ما انت ضربت الكل، هتوفرني ليه؟ انت بتقولي ايه يا انيسه؟ سلمت عقل. بقول لك لم الهدمتين اللي يلزموكي وهاتي توفيق وتعالي معايا. هدمتين ايه بس اللي لموهم وتوفيق ايه اللي اجيبه دلوقتي؟ يا سلام يا رقية، طوعيني ما تضيعيش وقت. وقت ايه بس يا انيسه؟ في ايه؟ جوزك حلمي. ماله حلمي؟ بيدبر لك حاجه وحشه قوي، ما اعرفش هي ايه بس حاسه بيها. ايه اللي خلاه يقول لعلي الكلام ده وخده يلف بيه على الجيران يسالهم؟ عاد ما عفيت يا انيسه، كنت فاهمه حاجه. اتفضلي. المريضه اهي. ما حدش يقرب لها، ما حدش يقرب لها. رقية ما فيهاش حاجه، دي مؤامره. من فضلك من فضلك يا أنيسة هانم، اللي بنعمله ده لمصلحتي. لا، رؤية هجم التوفيق وهو نايم وكانت بتخنقه. لا كداب، لحقته أنا على آخر لحظة. لا، هنوديها المستشفى تتعالج ونستأمنك أنت على توفيق. لا لا، أرجوك يا أنيسة. لا أرجوك. اتفضلوا. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.